الطريقة الصوفية بين إخواني. السؤال يعني من يعني باب التحفيز، ما هي التحديات أو يعني أكبر التحديات التي مرت بكم؟ الله يحفظك. جزاك الله خير على السؤال. أكبر تحدي ممكن يمر به خليفة أو يمر به أي إنسان هو تحدي ذاتي. الإنسان بطبعه يركن إلى الراحة، فإذا استطعت أنك تتحدى ذاتك وتخرج العملاق مثل ما قال، تخرج العملاق وتكتشف طموحاتك وقدراتك، أعتقد أنك كل البقية من التحديات تكون سهلة. لو قدر كل واحد فينا يمتلك هذا الجانب ويتحدى نفسه تحقيق اهدافه، فإن الله سبحانه وتعالى كل العقبات اللي بتجيب على هذا يكون مصيرها.